صباح الخير والجمال على مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال. صباح جميل من أم الدنيا على كل الدنيا. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ابن حياتك. التعليم كما ذكر عميد الأدب العربي الأستاذ الدكتور طه حسين، التعليم كالماء والهواء. وبما أننا داخلين على عام دراسي جديد أو فصل دراسي جديد، يسعدنا أن يكون معنا ضيفنا العزيز الأستاذ عماد المنشاوي، مقدم مادة الجغرافيا بقناة الوفد التعليمية ومعد نفس المادة مادة الجغرافيا بجريدة الوفد التعليمية، اللي هيكلمنا النهاردة عن نظرة عن التعليم في مصر والتحديات التي تقابل التعليم في مصر، وخصوصا في ظل وجود أزمة فيروس كورونا. صباح الخير يا أستاذ عماد. صباح الخير يا فندم. طبعا في البداية برضو أحب أرحب بصديقتي الإعلامية الأستاذة آلاء حافظ. صباح الخير يا آلاء. صباح الخير يا إسلام. صباح الخير والجمال والسعادة على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان. لله در من قال العلم يحلو كلما كررته، فلذاك عدت مكررا لحلاوته، وبكثرة التكرار يكثر نفعه، فاذهب لتغنم من فوائد حكمته، فلكل مجتهد نصيب فاستعن بالله واعمل صالحا لإفادته، والفضل في علم يكون به الهدى، لسعادة الدارين فز بسعادته، فاعمل لربك إن أردت سعادة، فالسعد في تقوى الإله وطاعته. طبعا التعليم نموذج قوي لحل المشكلات الجهل والتخلف، وزي ما زميلي الإسلام قال ان هو التعليم كالماء والهواء. اهميته هيكلمنا عنها استاذ عماد. صباح الخير يا اسلام. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ اسلام. صباح الخير يا استاذ علاء. انا سعيد موجود مع حضراتكم النهارده. شكرا فندم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. طبعا حضراتكم اتفضلتوا قدمتوا مقدمه عن التعليم، انا مش هقدر اضيف عليها كتير، لكن انتوا اختصرتوا كل اللي انا عايز اقوله في التعليم في جمله بسيطه جدا: التعليم كالماء والهواء. بدايه احنا ممكن نعمل مثلث لثلاث اضلاع بالنسبه للانسان: الماء والهواء ثم الضلع الثالث هو التعليم، لانه لا يوجد مجتمع ناهض بدون تعليم، لا يوجد مجتمع قوي بدون تعليم. التعليم هو أساس نهضة الشعوب. العالم وصل لمرحلة متقدمة جدا 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 في التطور بسبب التعليم. إذن التعليم هو المحور الأساسي لأي نهضة أي دولة. لذلك خبراءنا المهتمين بهذا المجال دايما بيقول لك إيه، لما أجي أبني دولة وأسسها تأسيس صح أبتدي من التعليم، والتعليم بعد كده هيبتدي يفتح لي مجالات في كل المجالات الاخرى. يعني تعليم بعد كده يجي منه اقتصاد، تعليم يجي بعد كده منه سياسه، تعليم يجي بعد منه كده تكنولوجيا. اذا التعليم هو الاساس او هو القضيه المحوريه اللي دلوقتي بتهتم بها كل دول العالم المتقدم والدول العالم اللي مش عايزين نقول المتخلف، ولكن دول العالم الثالث. دول العالم دول العالم الثالث. ليه؟ الدول اللي وصلت لمرحله التقدم مش ساكته، ده كل مالها بتعمل ايه؟ تطورات طبعا، تحديثات في مجال التعليم، في مجال التقدم بتكتشف ما هو ابعد العلم. لذلك احنا وصلنا لايه؟ لابعاد كثيره جدا 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 في التعليم. الدول العالم الثالث او الدول الناميه او دول العالم النامي عايزه تلحق بركب التقدم، والا هتفضل زي ما هي كده في المؤخره. هتفضل زي ما هي في المؤخره يبقى مش هتنقل حاجه، يبقى العالم ومقدراته كله هيبقى تحت سيطره الدول المتقدمه. كده نقدر نقول بعد كلام حضرتك ان التعليم هو القاعده الاساسيه لبناء الشعوب وبناء الحضارات في الشعوب. دي حقيقه مش قابله للنقاش، هي القاعده الاساسيه لبناء اي امه. ولو ضربنا امثله، احنا عندنا نماذج كثيره جدا في الوقت الحالي التعليم نقلها نقله غير عاديه. انا دايما لما اجي حتى بتكلم مع اولادي الطلبه بتوعي باخد نموذج مثالي لدوله سنغافوره. دوله سنغافوره في ستينات القرن الماضي كانت طالعه من احتلال. تمام. وبالمعنى البلدي باللغه الدارجه كده، سنغافوره دي كانت عباره عن مكان مهدم، مفيش بنيه اساسيه، مفيش بنيه تحتيه فيها، مفيش شوارع تمشي فيها. شوف وصل لمرحله ايه الاحتلال، حاله كبيره جدا، فتره كبيره جدا من الاحتلال، فتره كبيره جدا. دايما الاحتلال بيعمل دايما الاحتلال بيعمل عمليه تغيير في كل حاجه، طبعا له اسباب سلبيه جدا على إيه. لما خرج الاحتلال في منتصف الستينيات من القرن الماضي، سنغافوره دي كانت ايه؟ طبعا معدوم. كالعدم. معدوم. كالعدم.
طيب هي في الفترة دي حصل تواصل ما بين سنغافورة كدولة يعني متمثلة في الرئيس بتاعها، وكان عندنا الرئيس جمال عبد الناصر، وطلبوا مننا مدرسين أو معلمين عشان ينهضوا بالدولة أو يحطوا الأساسيات بتاعت التعليم في سنغافورة. حقيقة احنا كان عندنا برضو ظروف معينة ما استجبناش للطلبة بتاعتهم. خلي بالك أنا بكلمك بسنغافورة بالتحديد ليه؟ لأن سنغافورة احنا بنصنفها عندنا في الجغرافيا أنها من أصغر دول العالم. من أصغر دول العالم، هي مش أصغر دولة لأن عندي أصغر دولة الفاتيكان طبعاً، لكن هي مصنفة أنها إيه؟ من أصغر دول العالم. من أصغر دول العالم في الحساب. طيب. المهم حصلت ظروف معينة وإحنا ما قدرناش نعمل إيه؟ نبعت لهم حد أو خبراء من عندنا لظروف ما بغض النظر عن الكلام عنها دلوقتي. تمام. لكن رئيس سنغافورة عمل إيه؟ جاب المعلمين والمسؤولين عن مجال التعليم في سنغافورة وقال لهم إحنا مش هننهض إلا بيكم. وحط شرط. قال لهم احنا هنلبسكم، انا هلبسكم كده جواكت بلطوهات بيضه كده زي بتاعه الاطباء. تمام. واللي هيعمل حاجه غلط انا مش هعاقبه عقاب قانوني، انا هعمل فيه حاجه كبيره يعني. تمام. طيب تعالوا نشوف دلوقتي بعد مرور ما يقرب من حوالي 50 60 سنه سنغافوره فين؟ اصبحت من الدول سنغافوره من اولى دول العالم في مجال التعليم، يعني احنا بنصنفها برضه في جوده التعليم رقم واحد، رقم واحد على مستوى العالم سنغافوره. طيب بعد ما كانت ليه؟ معدومه خالص ده حكايه، ده كمان سنغافوره التعليم وبعد التعليم جاء بعد كده الاقتصاد. طبعا الاقتصاد جاء بعد كده كل المجالات. فسنغافوره دلوقتي اتفضل شوفها عامله ازاي بسبب ايه؟ بسبب التعليم. تعليم. طيب انا بحكي القصه دي كلها ليه؟ عشان اخد منها عبره، اخد منها عزه ازاي التعليم بيغير فكر واستراتيجيات واشكال الشعوب. تمام. فلذلك تمام. التعليم لا غنى عنه زي ما قلت لحضرتك في البدايه، زي الميه والهواء ونكمل الضلع الثالث بتاع مسلسل التعليم. التعليم. تمام. طيب هو احنا هنا في مصر عموما بتلاقي دايما الاطفال او الطلبه في المراحل العمريه المختلفه سواء في المرحله الاعداديه او الثانويه او دايما يبقى في نسبه تسرب من المدرسه او هروب من المدرسه. دايما تلاقي الطالب او الطفل مش حابب المدرسه. يعني انحضر بيحضر الحصه الاولى وبعد كده خلاص. سؤال مهم. احنا عايزين سؤال يعني حلو قوي. ازاي الطفل يحب المدرسه او الشاب يحب المدرسه؟ اولا المدرسة هي الوعاء اللي بيشرب أو بياكل أو بيتغذى عليه الطفل. تمام. تمام؟ تمام. بس إحنا إزاي نحبب الطفل في المدرسة؟ دي سؤال مهم. حدثت أو تمت أبحاث كتيرة جدا على الجزئية دي بالتحديد، وحطينا شروط معينة وحطينا خطط معينة لكيفية إن إحنا نحبب الطفل في المدرسة. خلي بالك إحنا بنبتدي بالطفل. طبعا هو هي الطفل هي البدايه اللي احنا ايه اللي احنا هنعتمد طبعا الشرع على الطفل الاول هنعتمد عليه فيما بعد. كمان الطفل وهو صغير التعليم بالنسبه له اسهل من لما يكون كبير. اكيد يعني التعليم أكيد. في الصغر فهو لو حتى احنا عندنا مثلا بيقول لك ايه الطبع الاول يدوم كنقش على الحجر. وده في مثل عندنا عيني بيقول لك النقش على التعليم في الصغر كنقش على الحجر. طيب الطفل ازاي احببه في المدرسه؟ اول حاجه لو احنا حطينا لها قواعد معينه لازم الطفل يحس بالامان. ليه؟ لانه الطفل بيخرج من حضن والدته وباباه على المدرسه، فلو لقي في فجوه او في تغيير كامل ما بين الامان اللي كان حاسس بيه في البيت وما بين المدرسه هينفر من المدرسه. تمام. يعني اول عنصر الامان. يبقى اول حاجه لازم الطفل يحس بالامان. لذلك دايما حتى الكليات المسؤوله عن تدريب تعليم الاطفال بتعلم المدرسات ازاي يحتوي الطفل من البدايه. دخول الطفل المدرسة مش مجرد للتعليم في البدايات، لا ده تعليم ورفاهية، تعليم وتعويض عن المكان اللي سابه في البيت عشان يجي المدرسة هنا. فلازم يحس بالأمان. لو حس بالخوف الطفل خلاص كره المدرسة. يبقى أول حاجة عندي إيه؟ الأمان. خلي بالك هو حاسس بالأمان كله في حضن مامته وباباه. طبعا ده الأمان كله ما فيهاش نقاش. الأساس طبعا. فأنت هتطلعه من الأمان ده لازم تحطه في أمان زيه. لكن لو هو خرج من حضن باباه وحضن مامته لمكان تاني حس فيه بالغربه، حس بيه ان هو مش حاسس بالامان، ان هو خايف، دي بدايه ايه؟ ما هيبقى مشتت كده، مش مركز في موضوع التعليم. تمام. طيب رقم اثنين، هو الطفل لما كان في البيت كان بيعمل ايه؟ كان مشغله حاجه؟ لا طبعا. كان دايما بيلعب وعايش وسط اخواته. فبالتالي رقم اثنين عندي لازم اعوضه عن اللعب اللي هو كان يلعبه في البيت. يعني اوفر له الانشطه بتاعت طريقه ممارسه الانشطه. انشطه تعليميه. انا مش عايز ايه اقول انشطه بعيد عن مجال التعليم، لا انشطه تعليميه تحبب التلميذ في التعليم. تمام. طيب يبقى انا دلوقتي اتكلمت عن الامان
والأنشطة التعليمية. الأنشطة التعليمية دلوقتي بقت متطورة جدا. ما بين لعب، ألعاب تعليمية، ما بين إنه يتفرج على إيه؟ على نماذج معينة وأشكال معينة. إذا برضه لازم الطفل، لأن أنا مش هضغط عليه كتعليم كلي، لازم برضه ياخد مجال معايا في مجال الترفيه ومجال اللعب. بس ما زودش في المجال الترفيهي، لان الطالب بيطلع حابب حصه الالعاب اكتر حصه بيحبها الطالب في المدرسه حصه دي الالعاب. دي حقيقه. بس ده موجود عندنا احنا بالذات في تعليمنا، عشان احنا عندنا الضغوط شديده جدا في الدراسه، فالطالب ما بيصدق. انا عندي ابني بيعد الايام اللي جايه على حصه التربيه الرياضيه وحصه الالعاب. هي الحصه الوحيده اللي كنا مكتوبين بقى في الجدول طبعا. طيب رقم ثلاثه، تشجيع الطفل على تكوين صداقات. لازم اشجعه في البيت. تمام. عشان ما يبقاش ايه منعزل، ما يبقاش انطوائي. الطفل لازم يكون عنده صداقات يقدر بقى ايه يشغل بيها وقته. طيب يبقى انا عندي دلوقتي امان وعندي انشطه وعندي صداقات. الطفل لما بيعمل صداقات بينمي تفكيره. يبعده عن جزئيه الانعزال، عن جزئيه الانطواء. فبالتالي الطفل دلوقتي ليه كل حاجه بتحببه في المدرسه، هيبتدي ان هو يتعلم ويبتدي يحب المدرسه، ويبتدي ايه المرحله اللي بعد كده اللي هي المرحله التعليميه. يبقى اساسيات عندي الامان، اساسيات عندي الانشطه، اساسيات عندي تكوين صداقات بالنسبه للطفل. دي اهم حاجه لازم نزرعها في الطفل منذ بدايه دخوله المدرسه. حتى زمان افتكر حتى في المدارس اللي احنا كنا بنشتغل فيها اول يوم في الدراسه بالنسبه للاطفال الكيجيات، الاطفال اللي في المراحل الاولى من التعليم، بيشغلوا لهم العاب واغاني وموسيقى وكلام ده وكده، عشان الولد جاي من البيت او البنت جايه من البيت مرعوب، خايف من الوضع الجديد. طبعا داخل على مرحله جديده، ان احنا نجذبه، نعمل له عمليه انجذاب، وده بيبقى له انطباع كويس لدى التلميذ. فبيبتدي بعد كده يتعود على المدرسه، يتعود على المكان، يتعود على مدرسينه اللي المدرسات بتاعته، يتعود على النظام الجديد او الوضع الجديد اللي هو هيبتدي يتعايش عليه بعد كده في المراحل العمر القادمه. طبعا تمام. لو في بقى احنا عاوزين نعمل تنميه اقتصاديه او تنميه جغرافيه للمجتمعات، ده ليه علاقه بالتعليم ولا يعني التعليم فيه علاقه بين التعليم والتنميه؟ اكيد. ده احنا عندنا مناهج اسمها مناهج التنميه. مناهج التنميه دي مهمتها الاساسيه دراسه ايه؟ الربط ما بين التعليم والتنميه. انا عايز اعمل تنميه، هات لي مجتمع جاهل يعمل تنميه. مش هيعمل تنميه. طيب يبقى انا دلوقتي محتاج مين؟ محتاج العمليه التعليميه تتطور عشان تقدر تعمل لي ايه؟ تنميه. عمليه التنميه. عايز اعمل تنميه اقتصاديه، ومين هيعمل لي التنميه الاقتصاديه؟ خريجين اقتصاديين. خريجين اقتصاديين. طب الاقتصاديين خريج تعليم طبعا. في عايز اعمل تنميه سياسيه، تنميه تكنولوجيه. اي قطاع تنموي في اي دوله الركيزه الاساسيه اللي بيطلع عليها ويبتدي طبعا يوصل للمرحله والاسس هي التعليم، اسس بناء اي دوله. وخلينا برضو صادقين، دول العالم المتقدم تقدمت ليه؟ بالتعليم. تقدمت اقتصاديا ليه؟ بالتعليم. عسكريا، سياسيا، تكنولوجيا. الناس انطلقت القمر، طلعت ليه؟ وكاله ناسا والناس اللي من ايه؟ ما هو تعليم. طبعا التعليم، وبعد كده ده الدرجه الاولى، السلمه الاولى ليه؟ وبعد كده ابتدي القاعده الاساسيه، اوصل لمراحل متقدمه جدا. اعمل اللي انت عايزه بعد كده، بس اهم حاجه نتعلم ايه؟ نتعلم تعليم صح، لانه هو النواه اللي بناء عليها انا اوصل لاي طموح انا عايزه، اي اهداف انا عايزها هحققها. بس هحققها بواسطه مين؟ التعليم. لانه التعليم ده هو الاساس. تعالوا كده نشوف اي دوله كده من دول العالم، دوله اقتصاديه رقم اقتصاديه، دوله استراتيجيه، دوله بتاع ده تكنولوجيا. الدوله دي هل هي دوله جاهله؟ لا. يعني التعليم فيها تعليم واقع؟ لا طبعا. لا. هو التعليم رقم واحد، وبعد كده جت ايه؟ جت بعد حاجه، بعد كده كل حاجه، اقتصاد، تكنولوجيا، تطور في شتى المجالات اعتمادا على التعليم. اذا التعليم هو النواه، هو المرحله الاولى، هو السلمه الاولى اللي بناء عليها انا بطلع عشان اكمل ايه؟ اكمل طموحاتي واكمل اهدافي في بناء الدوله الحديثه. طب ما انا كده المفروض بقى كل طالب مثلا في بعد مرحله الثانويه العامه انه يخش مثلا اشوفه راغب ايه او ميوله ايه وادخله بعد كده الكليه على اساسها، ولا موضوع ارتباط الطالب بمكتب التنسيق؟ والله ده موضوع شائك بصراحه. ولازم المجموع اللي جايبه يخش؟ طب ما في طالب بيبقى داخل كليه مش راغب. الحقيقه ده موضوع شائك جدا. ليه شائك جدا؟ لان احنا اتعودنا عليه كده. احنا اتعودنا ان هو مجموع التنسيق بيدخل الطالب الكليه اللي هو ايه؟ التنسيق جابها له. لكن الحقيقه الـ العالم المتقدم بيختلف عن جزئيه. ما هنا كده بيعمل عمليه ايه؟ عمليه قدرات ورغبات. يعني احنا كنا بندرس في كليه التربيه على يد اساتذتنا، كانوا دايما او في مرحله معينه بيجيبوا لنا نماذج من الدول اللي هي بتطبق نظام معين في التعليم، فجابوا لنا اليابان.
اليابان ما عندهاش حاجه اسمها تنسيق. الغريب انه اليابان الاعلى في المؤهلات، الاعلى في المؤهلات في الدرجات العلميه بيدرس من تحت، يعني بيدرس المراحل الاولى في التعليم تمام، والاقل المرحله اللي بعدها. طيب ما فيش حاجه اسمها تنسيق، ما فيش حاجه اسمها مجموع، في حاجه اسمها ايه؟ اسمها رغبات. انا عندي الامكانيه لايه؟ لذلك حتى قالوا لنا، وكانت ده بالنسبه لنا غريبه جدا، من اهم مجالات التعليم في اليابان التعليم الفني، مش التعليم الثانوي، التعليم الصناعي التعليم الفني. ليه؟ لان التعليم الفني بيخرج الكوادر اللي بتشتغل في المصانع، اللي خلت اليابان بشكل كده. سوق العمل بيبقى محتاج اكتر حاجه الصناعه. احنا بنقول على كوكب اليابان. طبعا اليابان وصلت لمرحله، يعني احنا في ناحيه واليابان في ناحيه ثانيه خالص. طب بسبب ايه؟ بسبب التعليم. ليه؟ اليابان ما بتجبرش تلميذ او طالب انت تدخل ايه؟ انت عندك القدره انك تدخل طب، تدخل طب. نعمل لك عمليه اختبار قدرات كده بس، تدخل طب. ادخل هندسه، ادخل اي كليه انت عايزها. هو ده الاساس في بناء الطالب بقى. وده اللي عمل لي اليابان. طيب ما ده اللي هنتكلم فيه حضرتك. ده اللي عمل لي الميول على حسب الميول والرغبات يعني وقدرات لها الطالب. لها وجهه نظر خاصه غير جميع دول العالم مثلا في لا التعليم. لا مش جميع، مش غير دول العالم. ما هو في دول حسب بحسب اليابان. هو قصدي الاستاذ ان هي وظفت تعليمها صح. هي وظفت التعليم وفي دول اتبعتها، بس هي الفكره فكره ايه؟ فكره ان وظفت التعليم صح. التعليم لسوق العمل. استغلت قدرات الطالب عندها. استغلت مش مجرد ان هو تعليم ملقن وخلاص. مش مجرد بالفعل. تلقين بس، لا ده تعود على سوق العمل، مش مجرد تلقين. سوق العمل، العمل محتاج ايه؟ محتاج كوادر معينه، كوادر معينه موجوده. طيب ليه احنا بنقول التعليم الفني كان مهم بالنسبه لليابان؟ لانه اليابان دلوقتي دوله صناعيه رقم واحد في العالم. طبعا اليابان دلوقتي داخله في كل بيت، فبالتالي الطالب بيطلع من الكليات الفنيه بيشتغل في المصانع على طول بمرتبات عاليه جدا. فبالتالي انا وفرت، انا كده اهلته لسوق العمل ووفرت له فرصه العمل لفرصه العمل اللي السوق محتاجها. اليابان غزت العالم، غزت العالم ايه؟ صناعيا طبعا. تمام، بواسطه مين؟ كوادر. هو الفكر، الفكر التعليمي ده، ما هو الفكر ده هو اللي وصلها للمرحله دي. طبعا انا باهل الطالب لسوق العمل حضرتك، انا باهل الطالب ان هو يطلع يشتغل، مش ان هو يطلع ياخد شهاده ويقعد. دي حقيقه، وده اللي احنا دايما بننادي بيه، ودايما ان احنا بنحفز اولادنا انه لا انت ما تحسش، يعني لازم تحط هدف قدامك. انت عايز ايه؟ الهدف بتاعك ايه؟ انا عايز احقق حاجه معينه. طيب ماشي، اعمل كذا عشان تحقق الهدف بتاعك. طيب ما هو اليابان لما جت تبني دوله اليابان، حطت الاساس عندها التعليم. بعد كده اليابان بقيت كوكب اليابان. لا وحضرتك التعليم اساس في اي دوله، في عايز تبني حضاره او تبني شعب، هو التعليم. دي حقيقه، هو التعليم، وده حاجه ما حدش يقدر يختلف عليها اصلا. لا غنى عنه، التعليم محدش يقدر يختلف على حاجه زي كده، وخاصه في الوقت الحالي. العالم وصل لمرحلة متطورة جدا في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والكلام ده وكده. فأنا مش هقدر أساير العالم ده إلا بواسطة جميع فروق التكنولوجيا. حتى تصنيع السلاح برضه كله متوقف على التعليم. معتمد على التعليم. إذا التعليم هو الأساس اللي بتبنى بيه أي دولة متقدمة. طيب رؤية حضرتك المستقبلية للتعليم في مصر من وجهة نظر حضرتك مثلا، أو من وجهة نظر حضرتك كتربوي؟ والله حقيقة السؤال ده أنا معترف جدا إنه أساتذتنا الكبار وخبرائنا يمكن يستفيضوا فيه أكتر مني، ولكن لو أنا اتكلمت في الموضوع هتكلم فيه من منطلق إن أنا راجل فين؟ في المهنة. تمام. تمام. طيب أنا راجل في المهنة عشان خاطر أقول رؤية، يبقى لازم أحط إيدي على إيه؟ على المشاكل بتاعت التعليم في الوقت الحالي. طيب سنة 2017، في 2017 من فترة قريبة جدا، المنتدى الاقتصادي العالمي للأسف حط التعليم في مصر في مرتبه متاخره. ده طبعا احنا ما كناش نحب الكلام ده على اساس ان احنا نتمنى ان احنا دايما نبقى متقدمين، نبقى قدام، لكن حقيقه عشان نعترف برضو بالامر وعشان خاطر نحط ايدينا على ايه؟ على مكمن المشكله، يبقى لازم نعترف بالمشكله. طبعا. وده طبعا ده مش تقدير عماد او تقدير فلان، لا ده المنتدى الاقتصادي، وكان الكلام ده في 2017. فطبعا بعد كده ابتدت الحكومه تنتبه ان لا احنا ما ينفعش ان مصر تبقى في المرتبه دي. ما ينفعش مصر تبقى في المكان ده. لذلك حطت استراتيجيه سنه 2019 السنه اللي فاتت ان احنا عايزين نعمل عمليه نقله كبيره في مجال التعليم. وابتدت تحط الخطط وتحط الاستراتيجيات، واكيد طبعا حضراتكم حتى بشكل عام بتسمعوا عن التغيرات والمتغيرات في مجال التعليم ده. بالنسبه للقرارات اللي هي موجوده، بالنسبه للتغيير، بالنسبه لامتحان الثانويه العامه، بالنسبه لنظام التدريس، بالنسبه دي كلها استراتيجيات الدوله حطت خطط معينه من اجل النهوض بعمليه التعليم. احنا بدانا فعلا نشتغل على الخطط للنهوض بعمليه التعليم. بالفعل بالفعل احنا بقالنا سنتين كده او ثلاث سنين ابتدينا بالفعل نحط او نطبق الخطط اللي هي سياده الوزير قالها لتطوير العمليه التعليميه. بس يمكن انا برضو كراجل تربوي
يمكن ليا نقاط صغيره كده انا بلمسها قدامي في مجال شغلي. تمام. طيب احنا عايزين نعمل عمليه تطوير في التعليم، وده حقيقه احنا محتاجينها جدا. اكيد. محدش ضد التطوير. ده اكيد طبعا. التطوير في اي مجال مطلوب. خلي بالك عمليه التطوير انا بتريحني انا كمدرس. وحضرتك التطوير مطلوب في اي مجال، ما بالك بقى التعليم اللي هو الاساس. احنا كنا بنقف بالساعتين على السبوره شغال كتابه وصوتك مش عارف بايه وجسمك، ده كان اجهاد، اجهاد كبير جدا على المدرس. فعشان يجي التطوير هيريحني انا. طبعا. بس انا عايز اطور، يبقى ابتدي مين؟ امسك العنصري. ما لازم عنصري المرحله، المدرس والطالب. اللي هو المدرس والطالب. احنا ابتدينا بالطالب. بس للاسف يعني في شويه قصور شويه في حق المعلم. طبعا. ليه؟ احنا حطينا الاليات لتطوير الطالب. طب المعلم فين؟ ما هو الطالب لغينا مش هيستغنى عن التعليم، مش هيستغنى عن المدرس. المنظومه الاثنين بيكملوا بعض. هو الطالب معاه تعليم. الطالب محتاج المدرس والمدرس محتاج الطالب. بس مش معنى كده انه هيستغنى عن المدرس. طبعا. بس تخيل كده لما يبقى الطالب بيعتمد على التكنولوجيا اللي المدرس مش عارفها. والله هو الطالب نفسه برضه استاذ ما عندوش فكره عن التكنولوجيا اللي دي حقيقه. خلي بالك انا دي مش قاعده عامه. حضرتك ما اهلتوش من الصغر برضه. مش قاعده عامه. ليه؟ لانه برضه الدوله عملت نظام تدريبي لبعض المدرسين بس مش شامله المدرسين كلهم، مش شامله القطاع كلهم. فمثلا يجي طالب بيحتاج حاجه، انا يعني انا مش عايز اقول الكلام ده لكن دي فعلا دي شيء ملموس. طب هم اختاروها بناء على لازم يبقى التطوير للمعلم الاول للاثنين. طبعا للاثنين هو اساس ده زي ما قلت لحضرتك مهما وصل لمرحله التقدم الطالب مش هيستغنى عن المدرس. طبعا طبعا. المدرس ده يعتبر ايه؟ النموذج المثالي للطالب. هو حتى الطالب لو هو صاحبه جهاز. هو اخوه هو باباه هو قدوته هو وحضرتك حتى الطالب لو موجود ومعاه التابلت هو هيستخدمه ازاي برضه بدون منهج هيدرسه له المدرس او هيشرحه له؟ ولو حاجه مش فاهمها هو الطبيعي الطبيعي حتى هو ماسك التليفون مش هيفيده بحاجه. فبالتالي انا عايز ايه؟ نفسي ان هو يبقى على التوازي ما بين الطالب وما بين مين؟ وما بين المدرس. وابتدينا نفط الموضوع ده حقيقه يمكن يعني في الفتره الاخيره بعد جائحه كورونا، وهنتكلم الكلام ده بالتفصيل شويه ان شاء الله في وقت باذن الرحمن. ابتدت الناس ايه؟ الناس تنتبه لهذا الامر خاصه بعد الازمه الكبيره اللي احنا عشناها. فعايزين نعمل عمليه تواصل ما بين المدرس وما بين الطالب، لان الطالب اصبح كده في حيره مش عارف يلجا لمين. فابتدينا نفط الامر ده وابتدت المدارس سواء كانت المدارس الحكوميه ولكن بالاخص حقيقه اللي ابتدت تشتغل على الجزئيه دي بشكل اكبر المدارس الخاصه. ابتدت ان هي تعمل عمليه تطوير لنفسها لذاتها، ابتدت تعمل عمليه تعقد دورات تدريبيه لمدرسينها للكوادر التعليميه اللي موجوده. المدارس الخاصه عموما عندها اهتمام شويه بالمدرسين وكده، بيهتموا بتطوير المعلم. ايوه عشان بيهتموا بتطوير المعلم عشان يقدر ان هو يطور الطالب. عشان تقدر تنافس. دي حقيقه. المدارس الخاصه معلش المدارس الخاصه عندها الامكانيات تمام، عندها راس المال اللي تقدر تتحرك بيه. الامكانيات الماليه دي اهم حاجه. معلش احنا برضو مهما تكون الظروف الامكانيات الماليه بالنسبه للمدارس الحكوميه بشكل عام يعني مخليها مش قادره تواكب الجزئيه دي بالتحديد، لكن المدارس الخاصه على اسباب انها بتعتمد على راس مال خاص ابتدت فعلا تطور نفسها، ابتدت تشتغل على الجزئيه دي. ميزانيه في الدوله تبقى ميزانيه التعليم. نتمنى لان والله. انا بعد كده بعد ميزانيه التعليم هي اللي هترفعني وتاهلني بعد كده. نتمنى والله اخوض في مجالات كتير مختلفه وارفع. سمعنا اخبار جيده في المجال ده انه الدوله ابتدت انها تحط التعليم في مجال اولوياتها وتحط المدرس، بس احنا مستنيين الامر يبقى على ارض الواقع. احنا لسه لحد دلوقتي بنسمع ككلام لكن التطبيق التطبيق هينل طبعا هينل اكيد طبعا. هينل طبعا لان أكيد. عشان اصلا احنا كدوله نكون دوله نهضه يبقى لازم ان هو يتطور من التعليم والا والا هنفضل زي ما احنا والا احنا مش هنقدر نواكب. مش هنقدر. احنا نفسنا ان احنا نبقى زي ليبيا، نبقى زي امريكا، نبقى طبعًا زي طبعًا. ليه لا؟ دوله بتتمنى ان هي ترفع من اقتصادها ومن شأنها. احنا عندنا الامكانيات البشريه يعني ما شاء الله عندنا العقول المصريه ما بتغزو العالم دلوقتي. احنا عندنا ناس بتدرس في اليابان، عندنا ناس في امريكا، عندنا ناس في كل دول العالم. حضرتك لو دخلت في جميع التخصصات والمجالات في جميع دول العالم هتلاقي كوادر مصريه. لازم المصريين يثبتوا وجودهم في اي دوله. طبعا في اي دوله. في أي دولة انا شفت برنامج كان في يوم من الايام بيجيب عن المغتربين كده اللي موجودين بره. دكتور في اليابان شغال بقاله كام؟ بقاله 19 سنه بيدرس في اعتى واعلى جامعات اليابان. ما شاء الله. حضرتك لو جبت التاريخ انا قاعد فخور انه شخص مصري من بلدي شغال في دوله زي دي وبيدرس للطلبه بتاعتهم. بس عشان هم بره في اليابان او كده هو المعلم بيكون في تطوير ليه وبيكون حاسس بقيمته كمعلم. دي حقيقة. هنا في مصر يعني حق المعلم بيكون مهدور شويه.
والله الموضوع مش هنقول مهضوم يعني، يعني هو هو مش عايز محتاج محتاج شويه اهتمام شويه محتاج شويه اهتمام شويه ليه؟ دايما دايما حتى احنا عندنا لما بندرس الثانيه ثانوي عندهم درس كده اسمه ايه؟ اسمه التنميه ومجالاتها. التنميه وايه؟ انا معلش انا هرجع لورا شويه عشان اربط الحدث بسؤال الاستاذ علاء. الاول كان بيتكلم عن حاجه اسمها تنميه اقتصاديه. الاول في بدايه التنميه لما ظهر مفهوم التنميه كان بيتكلم عن التنميه الاقتصاديه. كان الكلام ده فين؟ في القرن الماضي. وبعدين الناس المهتمين قال لا مفيش تنميه اقتصاديه بدون تنميه بشريه. طبعا. فتغير المفهوم وانصب على مين؟ على التنميه البشريه اللي هي ايه؟ اللي هي القدرات البشريه، انا لازم ارفع كفائتها عشان خاطر تقدر تعمل تنميه اقتصاديه. طيب ايه علاقه الكلام اللي انا بقوله بسؤال الاستاذ علاء؟ العلاقه مهمه جدا. ليه؟ انا كمدرس ازاي هقدر ابدع واطلع كل طاقتي وانا مشغول بامور ثانيه. تمام. مشغول بامور ماديه. بامور الحياتيه. مشغول بامور حياتيه. مشغول ان انا عايز اعلم عيالي ازاي او عايز اوفر احتياجات اسرتي ازاي، انا هبقى مشتت. تمام. هبقى مشتت، دي حقيقه مش لازم طبعا طبعا مش لازم طبعا مستوى الدخل عشان خاطر مستوى الدخل مش هقول لك يعني لازم، بس على الاقل يوفر احتياجات بيتي فعشان خاطر انا اتفرغ للعمليه التعليميه. تمام. ده شيء مهم، ده شيء مهم. يبقى انا دلوقتي وده اللي بتسعى ليه الدول المتقدمه كلها. يعني في يوم من الايام كده كنت قاعد قدام التلفزيون فواحد خبير من خبراء التعليم بيتكلم بيقول لك، بيسال واحد صديقه ياباني بيقول له المدرس بياخد اجازه امتى؟ الراجل استغرب، مش استغرب السؤال، احنا ما عندناش حاجه اسمها اجازه. طب المدرس حصل له مشكله ما؟ كل احتياجاته موجوده. تمام. في حد مسؤول كده عن توفير احتياجات المعلم عشان يتفرغ المعلم لمين؟ للطالب. التعليم بس، انا عايزين مهمتي يبقى التعليم. ابنه مثلا لا قدر الله حصلت له مشكله، تعب، في حد يوديه المستشفى. مش عارف البيت يحتاج تتوفر له، في حين ان لازم يبقى المدرس ده مخصص ومؤهل وجاهز للتعليم. المعلم في المدرسه بقى كل دوره عن الجند في ميدان المعركه. طبعا طبعا طبعا، ما هو يعني كل واحد ربنا حط له مكان لا يمكن الاستغناء عنه. الجندي في ميدان القتال، المعلم في بس المعلم في ميدانه او في ميدانه او المدرس عموما بتعتبر برضه من المهام الاساسيه او من الوظائف الاساسيه، زي ما احنا لسه قايلين ان التعليم اساس اصلا بناء الدول. ده اكيد. تمام. فالمدرس لا يقل اهميه عن الجندي في الميدان القتال. من كام يعني سنه في المانيا حصلت زي ايه؟ زي مناقشه كده ما بين ايه؟ ما بين القضاه وما بين بعض النماذج اللي موجوده في الدوله، ومع ميركل رئيسه المانيا الاستشاره الالمانيه. فكان طالبين منها ان احنا نعمل ايه؟ احنا عايزين نرفع مرتباتنا زي المدرسين. تخيل. تمام. احنا عايزين نرفع زي مين؟ المدرس. طب ردت عليهم قالت لهم ايه؟ كيف اساويكم بمن علمكم؟ صح. ازاي انا اخليكم انتوا عايزين تتساووا بمين؟ رد جميل من سياده المستشار. فدي ايه؟ بتبين لك مدى اهتمام الناس بالتعليم وبقيمة المعلم وقيمة التعليم. تمام. طب حضرتك هو بعد جائحة كورونا تم وقف السناتر الدروس الخصوصية، هل ده الطالب بيستفيد منه؟ خلينا نتفق ان المدرسة هي الأم، هي الأساس. تمام. المدرسة هي الأساس، لا يمكن الاستغناء عن المدرسة. ليه؟ المدرسة فيها كل الامكانيات والوسائل اللي بتغذي الطالب في العمليه التعليميه. تمام. طيب يجي بعد كده دور مين؟ دور السناتر، خاصه زي ما قلت لحضرتك من البدايه استاذ علاء واستاذ اسلام. فضل. ان احنا مش عايزين نغفل ان احنا عندنا بعض القصور او بعض المشكلات في التعليم، وده مش بشكل متعمد، هي بس الامكانيات الماليه هي اللي محجمانا شويه، فعندنا مشكله قصور. السناتر انا مش هقول لك انا مع ولا ضد عشان خاطر برضه محدش ياخد رايي على اعتبار ان رايي مدى المدرس لا يبقى لازم يقف مع الدروس لا خالص اطلاقا، احنا بنناقش قضيه. تمام. السناتر تيجي بعد مين؟ بعد المدرسه. مكمله للمدرسه، مكمله لو حصل قصور لمين؟ للمدرسه. طيب خاصه ان مدرسين المدرسه هم اللي بيشتغلوا فين؟ في السناتر. هم طبعا. بس قد يكون عشان خاطر انا كمدرس قدامي مثلا فصل فيه 80 طالب او 85 او 75 مع معدل الزياده او النقصان، بس هي في بعض المدارس في الرنجات دي في العدد ده. طيب هل المدرس هيقدر ده على بال ما يقول اسكت يا ولد اسكت يا بنت طب نوقف؟ طب لا، في طلبه مش هتقدر تستوعب تستفيد. تيجي السنتر مكمل لمين؟
مكمل للمدرسة. هو الطالب نفسه في المدرسة أصلا تحس إنه ما عندوش قابلية للتعليم، يعني تحس إنه وقت في المدرسة ماشي. والله والله في يعني مش عايزين برضه ننكر ومش عايزين ناخدها قاعدة مسلمة. معظم الطلبة في المدرسة مش قادر مركز أصلا. دي حقيقة. فيجي السناتر، السناتر دول مكمل لمين؟ مكمل للمدرسة. على فكرة ده مكمل للطالب وحقيقة للمدرس. للمدرس أيضا. هو الطالب لو واخد حقه في المدرسة مش هيلجأ، مش هيلجأ للسناتر الخصوصية برضه؟ لا طبعا. طب يبقى كده التقصير منين؟ هو الطالب، هو الطالب دلوقتي يحتاج يبقى رجع للسنتر ليه؟ عشان خاطر في حاجة معينة مش قادر يحصلها في المدرسة. مش هقول كل حاجة، ولكن في حاجات معينة مش قادر يحصلها في المدرسة، رجع للسنتر. طيب حضرتك سألتني سؤال كده أنا بقوله، طب للمدرس ليه؟ عشان يحسن بيه دخله. نفس نفس النقطة، رجعنا لنفس النقطة. عشان احسن موضوع الدخل. لكن مش معنى كده ان انا افقد ضميري كمدرس في المدرسة. مش معنى كده ان افقد ضميري، لا. ده كل الاديان وكل الشرائع ضد هذا الامر. لا، انا اشتغل بما يرضي الله، بما يمليه عليه ضميري في المدرسة، وبعد كده نبقى نرجع لمين؟ الموضوع سلام. لكن انا أأثر، وعلى فكرة في نماذج موجودة. موجود ماشي، في موجود الاثنين موجود حضرتك. في نماذج موجودة. اي مهنة موجود فيها ما ننكرهاش عشان خاطر ما نحطش، ما ندفنش اي مهنة موجود فيها ما ندفنش راسنا في الرملة زي النعامة. في بس مش عايزين هم دول ايه، هم النموذج بتاع المدرسين، هي القاعدة المسلم بيها. مش كل المدرسين كده طبعا. طيب وده انا بدعوهم من خلال قناتكم المحترمة، ان احنا لا لازم نعامل ضميرنا قدام ربنا، لانه الولي الامر بعت الطالب ليا، وانا خلاص بقي الطالب ده بالنسبه لي بيبقى ثابت امانه، لازم نحافظ على امانه. يعني معنى كده ان غلق السناتر او الدروس الخصوصيه، وخصوصا في ظل ظروف ازمه كورونا او فيروس كورونا اللي احنا فيها دلوقتي، هياثر على الاحتياطات، هياثر على مستوى الطالب. ياثر ليه لا، خاصه دلوقتي برضو احنا جائحه كورونا برضو ما اثرت على التعليم، على المدارس. مع بعض احنا 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 قفلنا المدارس امتى؟ في نص ثلاثة طبعا. فبالتالي الطالب مشتت، طب هيمتحن ازاي؟ ابتدت انها تعمل، هتحصل عمليه تواصل بينه وبين مدرسينه، بس ايه؟ عن بعد. تمام. وده برضو شيء بيحتاج نوع من انواع الدراسه شويه. ليه؟ لان احنا عايزين نعمل ايه؟ نعمل عمليه تطوير كلي. خلي بالك التطوير الكلي لا يلغي دور المدرس مع التلميذ. ليه؟ لانه في عمليه تفاعل. هي في عمليه تفاعل لازم تبقى التفاعل. لازم تبقى متواجده، لازم تبقى متواجده يا استاذ اسلام. مع احترامي لحضرتك، انا برضو بتكلم من منطلق ان انا برضو هقولها تاني، ان انا مدرس. انا ببقى واقف في الفصل وعيني يعني شغاله رايحه جايه، ممكن الاقي طالب سرحان، ممكن الاقي طالب بيلعب في حاجه، ممكن الاقي طالب بيتكلم في الماده العلميه نفسها برضه، فانا بلفت انتباهه. فتخيل لو هو معتمد بس على مين؟ على الدرس، على مش على الدرس، لا لا لا، هو معتمد دلوقتي على مين؟ على على التاب مثلا. تمام. او معتمد على الاونلاين بشكل مباشر. هيبقى نايم، هيبقى قاعد بياكل، هيبقى قاعد سرحان، انا مش شايفه، تركيزه مشتت. فتركيزه مشتت. فبالتالي مهما وصلنا لمرحله التطوير لابد من الواجهه المباشره ما بين الطالب والمدرس. الواجهه المباشره ما بين الطالب وما بين المدرس. انا في في عمليه تفاعل بتبقى بين الاثنين، اقدر اناقشه، يسالني، طبيعي. اساله، اقومه، اقعده، احركه، حسيت ان هو متضايق، اقدر انت متضايق، انت ايه اللي مضايقك؟ السرحان والمشتت. فالحاجات دي كلها لازم تتواجد من خلال عمليه التفاعل ما بين التلميذ وما بين المدرس. وده لا يتم الا داخل مين؟ داخل الفصل. لا يتم الا داخل الفصل، دي حقيقه. برضو انا هرجع تاني واقول التطور مهم، ولكن ما يلغيش دور المدرس. لا ما ينفعش ان احنا اصلا يعني ما ينفعش، لازم المواجهه ما بين الطالب لازم المواجهه ما بين الاثنين. دي حقيقه. ما ينفعش اصلا، دي حقيقه، ما ينفعش الموضوع. طيب جائحه كورونا قد تكون المحنه اللي بتيجي بعدها المنحه. بمعنى المحنه اللي بتيجي بعدها المنحه، بمعنى ايه؟ بمعنى ودي حقيقه، انا بتكلم عن نفسي، واحد من الناس، وفي غير كتير على نفس شاكلتي. ما كناش بنهتم بعملية التطوير الذاتي للمعلم، بمعنى احنا بنقف زي في على السبورة زي الفل. تمام. جميل قوي، والدنيا حلوة ولذيذة قوي، بس العالم أصبح متطور. فلما حصلت جائحة كورونا ابتدينا نفكر ازاي نتواصل مع أولادنا. فابتدينا نفكر في البرامج التعليمية الجديدة، التعليم الأونلاين، التكنولوجيا الجديد، الأونلاين، البرامج المستحدثة، التطوير، التطوير الذاتي. وجهتنا لأنظمة تانية ما كناش هي لفت انتباهنا، لفت انتباه. لذلك حتى معظم المدارس ابتدت تاخد بالها من الجزئيه دي. احنا عندنا في في المدرسه اللي انا شغال فيها عقدنا العديد من الدورات التدريبيه بخصوص الجزئيه دي، ما بين يعني دورات تربويه وما بين دورات تكنولوجيه، من اجل ان احنا ايه، نبقى في اتم الاستعداد لقدر الله، لقدر الله لو حصلت حاجه ثانيه، يبقى ما نركنش اولادنا، نسيب اولادنا كده في الضياع. لا، نعمل عمليه تواصل من خلال اونلاين، من خلال النت، من خلال البرامج التعليميه المستحدثه. وده على فكره احنا
جوانا حسينا بالتقدير الذاتي، حسينا بالتغيير اللي وصل لنا المرحلة احنا ما شاء الله بقينا حتى راضيين عن نفسنا، راضيين عن نفسنا فيه، بقيت اعتمد ان لو حصل اي مشكله ما اقدر اتواصل مع الطالب بتاعي، اقدر اتعامل معاه. كان المفروض تاخدنا الانظمه ديت، مش ما نستناش ان يحصل ده صح، ده صح. احنا ما كناش المفروض ان احنا نستنى كده، ما كناش المفروض نستنى كده، او على الاقل خلاص نبدا نأهل دورات تدريبيه للطالب او الطالب اللي جاي حديث لسه او والمدرس اللي موجود، ما هي دي المحنه على اعتبار ما تبدا تطلع انت. هي دي المحنه اللي بينت لنا المنحه الجميله. المفروض ان احنا ما كناش نستنى، لذلك احنا نامل الموضوع ده يتم برضه تطبيقه في المدارس الحكوميه والمدارس الخاصة، بحيث ان احنا نبقى تم الاستعداد لقدر لو حصل اي مشكلة ما او اي ظروف معينة بغض النظر عن كورونا او غير كورونا، يبقى نقدر نتواصل مع اولادنا ونقدر نتغلب على الجزئية دي، عشان خاطر التعليم مهم جدا زي ما قلت لحضرتك، ما ينفعش ان احنا نركنه ونخليه الى فيما بعد. ما ينفعش اصلا نركن التعليم خالص، ولو ركنت التعليم خلاص يبقى اعتبر ان ضيع الامة، ضيع الشعوب، بداية الضياع، بداية الانهيار. دي حقيقة. طيب ما كانش في وجود فلسفه واضحه بالنسبه للتعليم، لكن في الوقت الحالي على الاقل في محاولات، يعني قد تكون لسه استمرارها ما ظهرتش، ولكن في محاولات. طبعا مفيش حاجه تتغير في يوم وليله، كون انه يبقى في محاولات افضل من لا محاولات. مفيش حاجه تتغير في يوم وليله، طبيعي كل حاجه هتاخد وقتها. انت بتاهل طالب من نظام ورقي لنظام الكتروني بالظبط، وبتاهل معاه المدرس من نظام ورقي لنظام الكتروني بالظبط، حتى في نظام الامتحانات دي حقيقه. هو التواصل عن طريق النظام الالكتروني الاونلاين زي التواصل في الاوفلاين بالظبط ولا في فرق؟ لا في فرق. فرق كبير. البرامج دلوقتي التعليميه اللي نازله جديد سهلت العمليه دي قوي. خلت عمليه التواصل سهل جدا. خلت عمليه التفاعل بتيجي مرحله، يعني جزئيه. يعني حضرتك شايف ان الاوفلاين الاونلاين احسن من الاوفلاين؟ انا وجهه نظري، ولكن مش معنى كده ان انا الغي اوفلاين. تمام. لا، الاونلاين ده شيء مهم. احنا توضيح بس لحضرتك ما بين الاونلاين والاوفلاين عشان الساده المشاهدين. الاونلاين اللي هو استخدم من البرامج التعليميه كلها المستحدثه عن طريق النت. تمام. عن طريق شبكه الانترنت. في برامج معينه كده، البرامج دي خاصه بمين؟ خاصه بعمليه ايه؟ بعمليه التواصل ما بين الطالب والمدرس في حاله مثلا حتى في الوقت الحالي معذره الوزير في اخر لقاء اتكلم عن الجزئيه دي بالتحديد. قال احنا هنعتمد اعتماد كله على البرامج التعليميه وعلى برامج الاونلاين في تعليم الطلبه في الوقت الحالي بسبب ازمه كورونا. طيب دور المدرسه هيبقى ايه؟ هيبقى مكمل انشطه وتدريبات. يبقى اذا هو اعتمد على مين؟ على الاونلاين اعتماد كله. في التدريس في الوقت الحالي. ده 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 طبعا قرارات سياده الوزير. يبقى اذا هو دلوقتي اعتمد على مين؟ اعتمد على الاونلاين. الاوفلاين ليها وقت لما تكون الامور طبيعيه. وهو برضه عمل حاجه لذيذه قوي، ان هو اونلاين واوفلاين. بمعنى ايه؟ اونلاين اللي هو الفتره اللي هو قاعد فيها الطالب او التلميذ في البيت، يبقى شغال، يبقى هو بيتعلم. تمام. طيب اوفلاين لما يتواجه المدرس مع مين؟ مع الطالب، ويحصل التفاعل اللي هو ايه؟ الجسدي، التفاعل البشري ما بين المدرس وما بين التلميذ داخل المدرسه وداخل الفصل التعليمي. ده كله مهم، واحنا منتظرين النتيجه، وان شاء الله نتمنى تبقى النتيجه بتاعته نتيجه ايجابيه ان شاء الله. وتاتي ثمارها، لان احنا كلنا في مركب واحده، كلنا محتاجين ان احنا نطور نفسنا ونطور اولادنا ونطور بلدنا عشان نبقى في مصاف الدول المتقدمه. اكيد طبعا. طيب احنا نستطيع الارتقاء بالعمليه التعليميه ازاي في مصر؟ ايه الاسس والخطوات اللي احنا ممكن نتبعها من وجهه نظر حضرتك مثلا ان احنا نرتقي بالعمليه التعليميه في مصر؟ او ايه المقترحات اللي عند حضرتك؟ والله الـ 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 المقترحات او الرؤيه لمستقبل التعليم في مصر محتاج ان احنا نعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه نحط ايدينا على مشكله ونحاول نعالج المشكله. اولا من خلال تحديات التعليم في مصر، خلينا نقول في الفتره اللي فاتت ما كانش التعليم واخد حقه، على اعتبار التعليم ما كانش على سلم الاولويات بالنسبه لمين؟ بالنسبه للدوله، او كان في حاجات شغلانه اكتر في الفتره اللي فاتت. طيب رقم اثنين، من ضمن الحاجات اللي هي كانت او هي عامله لنا مشكله في الوقت الحالي، كثافه الفصول. احنا عندنا كثافه الفصول مرتفعه جدا في بعض المدارس، يعني انا مش عايز ابالغ، ولكن دي حقيقه وصلت لحوالي 70 و80 واكتر كمان شويه مع عجز المدرسين.
مع عجز المدرسين. نصف المدرسين. احنا عندنا حوالي اخر تقرير قريته انه حوالي 60,000 مدرسه حكوميه. 60,000 مدرسه ومش مكفيين؟ 60,000 مدرسه هل يكفي عدد لا مش مكفيين. ده العدد ده غير متناسب تماما. ما هو كثافه الفصول جايه من ايه؟ الكثافه المرتفعه الفصول جايه من ايه؟ في زياده سكانيه. في زياده سكانيه. الناس افترت. لكن طبعا طبعا طبعا. فانت عندك 60,000 مدرسه مش مكافين. ده لا يتناسب اطلاقا. شوف انا بقول اطلاقا وباكد على الجزئيه دي مع عدد المتعلمين على الطلبه. المدارس مش قليل. 60,000 مدرسه كتير برضه. في زياده سكانيه في يعني في زياده سكانيه مستمره. زيادة سكانية. واحنا ما شاء الله يعني العمليه عندنا يعني مفتوحه. طبعا كل عيل بيجي برزقه. طبعا نظريه كل عيل بيجي برزقه. طبعا طبعا العمليه عندنا مفتوحه. فبالتالي الزياده السكانيه مش مقابلها زياده في مناعه. هو في مدارس بتتبني. انا مش يا جماعه مش عايز احط نظره سوداء. يعني انا مش عايز اقول في اهمال. لا مفيش اهمال. هو في ولكن مش متناسب مع مين؟ مع الزياده السكانيه. حضرتك يعني تفضل يعني تبني لامتى هاي؟ دي جزئيه. يعني هي الزياده السكانيه بتاثر على تطوير على تطوير التعليم طبعا. على كل حاجه طبعا. مش تعليم بس هي بتاثر على كل حاجه. على عمليات التنميه كلها طبعا. طيب عدم مؤامه التعليم لحاجات سوق العمل. احنا عندنا للاسف في قصور برضه في الجزئيه دي. عندنا خريجين عددهم كبير جدا. سوق العمل يعني قليل. فبالتالي عدم مؤامره التعليم بسوق العمل. ما هو قليل لان برضه انت الطالب مش مؤهل اصلا. دي حقيقه. قليل هو مش قله سوق العمل نفسه. انت ممكن تخلق فرص عمل. الطالب نفسه اللي متخرج ممكن يخلق فرص عمل لنفسه. دي اكيد. وده برضه خلينا برضه نعترف بيه. من ضمن المشكلات قصور اداء المعلم خاصه في المرحله الابتدائيه. برضه انا مش بتكلم على مين، على كل المدرسين او كل المعلمين. طبعا كل مهنه فيها مقصر وفيها في قصور. قد يكون قصور تدريبي، قصور فكري، قصور لكن موجود. واحنا اتفقنا مع بعض انه المرحله الابتدائيه اهم مرحله في التعليم. هي اهم مرحله في التعليم لان دي البذره اللي بعد كده بتنتج لي. طبعا هي الاساس. احنا عندنا ايه؟ عندنا قصور. اهمال الانشطه الصفيه واللا صفيه اللي هي البرامج التعليميه، الاستراتيجيات الحديثه. دايما بيقول لك احنا بنتعلم زي اللي قبلنا ما اتعلموا. لكن ما ننساش او احنا ناسيين انه الجيل ده غير الجيل بتاع زمان. طبعا ده جيل التكنولوجيا، جيل النت. وان في تطوير برضو في سوق العمل. في مجالات كتير موجوده حاليا ما كانتش موجوده قبل كده. بتعتمد على التكنولوجيا. طبعا بتعتمد معايا على التكنولوجيا. بتعتمد في اساسها على التكنولوجيا. طيب عندنا وجود بعض المشكلات الاداريه. في عندنا مشكلات اداريه للتعليم. دي كلها مشكلات. هل المشكلات دي لابد لها من حلول ولا هقدر اعمل عمليه تنميه وتطوير للتعليم والمشكلات دي ما زالت قائمه؟ اكيد المفروض. يبقى احنا دلوقتي حاطين ايدينا على ايه؟ على بعض، مش كل بعض المشكلات اللي هي موجوده في التعليم. طيب الحلول ازاي؟ هنعمل ايه؟ اولا لازم يبقى من اتاحه فرص تعليم كامله لجميع المواطنين وجميع الفئات. وحقيقه ده موجود. يبقى فرص تعليم لجميع مين؟ لجميع المواطنين. التعليم الحكومي دلوقتي موجود. اللي عايز يودي ابنه تعليم حكومي يودي، اللي عنده استطاعه وعنده قدره يودي خاص، عنده لا اكتر شويه في المدارس الدوليه موجوده. طيب والحمد لله دي موجوده. يعني كل ان انا اعمل ايه؟ اتيح فرص تعليم لجميع المواطنين في القطاع الحكومي والخاص. ده موجود. لازم من تحسين جوده التعليم، المحتوى بتاع التعليم لازم ادخل التكنولوجيا. لازم ادخل التكنولوجيا في مجال التعليم، والا هنفضل زي ما احنا. والمناهج حضرتك ساعات بتحس ان في دروس في المناهج، يعني درس ملوش لازمه يعني، او درس والله ابتدت دلوقتي الدروس تحصل لها عمليه تنقيه. يعني يتشال منها اجزاء معينه في الكتب. حتى لو حضرتك يعني تفتكر او لو معاك مثلا اخ او أيوة حد تحس انه المنهج بتاع من 4-5 سنين هو المنهج دلوقتي، يعني نفس المحتوى فعلا. لكن قل شويه، اتشالت منه بعض العناصر، بعض الارقام. المفروض المنهج نفسه حضرتك برضو المنهج نفسه يكون كحافز للطالب او بيعلمه. يعني انا مثلا في الابتدائي كان في درس اسمه سعفان الكسلان. ده سعفان الكسلان ده بيدرسه له عامل بايه؟ طب انا هتعلم الكسل كده؟ ده كده هتعلمني الكسل؟ ما تعلمنيش ان انا اشتغل. ابتدت الكلام. المفروض المنهج يعلمني نفسه، يعلمني كمهاره، او المنهج نص المنهج نفسه. دي حقيقه. لازم نعمل عمليه تصميم للمناهج الحديثه، مزوده بالصور، مزوده بالاشكال اللي تجذب التلميذ، تحببه في الماده. ولازم يا استاذ اسلام، ودي حقيقه احنا بنغفل عنها شويه، لازم يبقى في مشاركه مجتمعيه لتطوير التعليم. ما هو التعليم ده مين؟ على فكره التعليم مش مدرس بس ولا تلميذ بس
ده مجتمع، ولا ولي امر ده مجتمع لازم يشارك فيه الجميع، مؤسسه كبرى كل المجتمع يشارك فيه، يشارك فيه التلميذ نفسه، يشارك المدرس، يشارك المسؤول، يشارك ولي الامر، لان هم الادرى، هم الادرى بالايجابيات والسلبيات، هم الادرى بالايجابيات والسلبيات بتاع التعليم، هم اللي موجودين في المطحنه بتاعه التعليم، فبالتالي عارفين معوقاتها وعارفين الايجابيات، الايجابيات بتاعتها. فلازم يبقى في نوع من انواع المشاركه المجتمعيه لجميع المواطنين وجميع الفئات وجميع مؤسسات الدوله في مجال تطوير التعليم، ما يبقاش قرار فردي. لانه قرار فردي، لانه فكر الاستاذ اسلام يختلف عن فكر عماد، طبعا يختلف طبعاً عن فكر الاستاذ علاء، قد يكون الفكر بتاعك لا يتوائم مع الفكر بتاعك، اكيد طبعا. خاصة كل ان احنا برضه ايه، ما احنا مجتمعات مش في مستوى واحد في العادات والتقاليد، احنا عندنا صعيد وعندنا القاهره وعندنا اسكندريه وعندنا سينا وعندنا اسماعيليه، فبالتالي كل مجتمع بيبقى ليه فكر وليه ما يناسبه فما تطبق لي انت دلوقتي، هتطبق لي مثلا شيء معين على اهل القاهره لا يتناسب مع اهل الصعيد او الارياف او مطروح او اسماعيليه او 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 ايا كان، لا لازم يبقى في نوع من المشاركه المجتمعيه، لان كل مجتمع هو ادرى باحواله. اكيد. طيب عشان ننهض التعليم يبقى في مشاركه مؤسسيه ومشاركه مجتمعيه لجميع الفئات وجميع الانظمه اللي موجوده. يبقى مؤسسه التعليم او وزاره التعليم ما تبقاش وزاره خاصه، المفروض ان كل الوزارات تشترك معاها في تنميه وتطوير التعليم. كل وزاره على حسب احتياجاتها. طبعا طبعا. لازم نتبنى عدد من البرامج لخدمه العمليه التعليميه. زي ايه؟ زي جوده التعليم. زي تاهيل المعلمين. زي تطوير ادائهم. وجوده التعليم دلوقتي خلي بالك ما بقاش مقتصر على مصر. ده في مؤسسه في الامم المتحده اللي هي وزاره اليونسكو مسؤوله وبتبحث وبتدور وهي اللي بتقيم دلوقتي العمليه التعليميه في الدول كلها. تمام. فبالتالي موضوع التعليم مش موضوع دوله. ده موضوع عالمي. ده موضوع كبير العالم اصلا. والا الامم المتحده، الامم المتحده عامله جهاز خاص بالتعليم لمنظمه اليونسكو. دي مسؤوليه، بس انت مهمتك بس انك انت ايه؟ انك انت تبحثي وتطوري وتشوفي الايجابيات والسلبيات بتاعت التعليم. اذا العالم كله بيدور او مهتم بهذا الامر. طيب احنا لو قدرنا نعمل نطبق الاستراتيجيه، نطبق الاهداف دي كلها او بعض الرؤى، خلي بالك دي مش كل الرؤى. طبعا. ده يمكن هذه الرؤى جزء مقتصر بس على عقليه عماد. تمام. لكن عقليه اسامه قد يكون في رؤى ثانيه. نلم كل المختصين. الخبراء بتوعنا، المفروض كل الخبراء، كل المختصين وكل واحد يقترح. انا بس بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن جزء منين؟ من الرؤى او جزء من البرامج اللي انا بتمنى انها تتطبق عشان نقدر ننهض بالعمليه التعليميه، لانه خلي بالك العمليه التعليميه مش بتفيدني انا كمدرس بس، ما انا عندي اطفال. طبعا. يعني هتستفاد. انا كاب، مش هتكلم دلوقتي انا كمدرس، انا كاب انا بشوف ابني دلوقتي تعبان وبشوف ابني مش قادر يشيل الشنطه ومش حاجات صعبه. لا الشنطه دي، الشنطه ده حضرتك مول تاني. الشنطه دي مول تاني. فبيصعب عليا، بس انا مش قادر اعمل له حاجه. ما هو ده النظام المطبق ليه في المدارس. تمام. طيب فانا لازم يبقى فيه مشاركه عشان نقدر نقول الايجابيات والسلبيات، ونقول ده صح وده غلط، ونقول نعمل وما نعملش، ومحدش ينفرد برايي، محدش ينفرد بقرار. تمام. لان الموضوع مش موضوعك انت لوحدك، او موضوعك انت او موضوعنا لوحدي، احنا كلنا في مركب واحده، وكلنا في مؤسسه واحده، بنتمنى ان ننهض العمليه التعليميه عشان خاطر نبقى زينا زي دول العالم المتقدم كلها. وفي نهايه حلقه النهارده بحب اشكر ضيفي العزيز الاستاذ عماد المنشاوي وصديقتي الاعلاميه الاستاذه الاء حافظ، وبقول لكم انتظرونا الاسبوع الجاي وحلقه جديده من حلقات برنامج ابن حياتك.